يعني صباح الخير استاذ فواز. صباح الخير يا فندم. يعني حضرتك موجود الان في ميدان التحرير بتحتفل بالذكرى الاولى للثوره ولا بتاتي لتصر على ان الثوره مستمره وانه لابد من وجود اعتصام؟ يعني هل موافق على الاعتصام ام اتيت للاحتفال؟ والله يا فندم هو الامر المهم جدا ان بعد ما دماء كتير جدا من شهدائنا فالت خاصه يعني دماء علمائنا من الازهر واغيارهم ما نقدرش نيجي ونقول نحتفل، ولكن احنا جايين نكمل مسيره الثوره وان الثوره لم تكمل بعد وان الفساد ما زال موجود في البلد وان كتير من المحاكمات اللي هي المفروض تنجز لم تنجز حتى الان، ولم يحاكم الظالمون ولم يحاكم قتله الثوار، فنحن جئنا لنحقق او لنؤكد على تلك المطالب. تمام. يعني حضرتك مع الاعتصام، يعني هل توافق على وجود اعتصام من بعض القوى والتيارات السياسية يعني قرروا عدم مغادرة الميدان النهاردة؟ والله يا فندم شخصيا يعني أنا بصورة شخصية كأزهري أنا مش موافق على فكرة الاعتصام، ولكن احنا موجودين مثلا بنطالب بتحقيق مطالب الثورة، مجلس الشعب موجود دلوقتي بيأدي دور كويس جدا ودور مهم وفعال، احنا ممكن نبقى موجودين النهارده، ممكن نبقى موجودين يوم الجمعة، ممكن نبقى موجودين في كل وقت يسمح، ولكن فكرة الأعصام دي يعني أنا لا أؤيد فيها. تمام أستاذ فواز، شكرا لحضرتك على المداخلة. شكرا يا فندم.